بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نستكمل معكم دورة إنشاء الميل سيرفر سيستم، وكنا قد أنشأنا مجموعة ميثودز زي ما أنتم شايفين، وطبعا معظمها هي بول يعني بترجع بترو أو فولس. وكنا قد عملنا بحث عن الستاتيوس بالستاتيوس او بالاي دي، وقمنا بتشينج الستاتيوس وبديليت المسج او بالاديت او بست از ريد. طيب، لكن انت لازم تضع في الاعتبار انه احيانا ممكن ما يكونش الرسالة موجودة، يعني لم يتم العثور عليها، فانت مفروض تكون عندك تستخدم البرمجة الدفاعية، بمعنى انه انت تعمل كونديشن هنا. انا طبعا اجلت الموضوع لغاية تركته في الموضوع في 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 قسم لوحده على اساس انك تتعلم شغلة جديدة. انا كنت حريص جدا ان اخليها في فيديو خاص فيها. طيب افرض الان انا عملت هنا كويري على المسج اللي هو بتحمل الاي دي وما تمش العثور عليها. طب ما اقول لي هيرجع ترو، مفروض يرجع فولس. طب انا هنا ايش هقول له؟ اقول له الكيو اف الكيو دوت الاي دي ايكوال زيرو، او شوف خلي بالك انا قلت له اذا كان الكيو الاي دي يعني السجل مش موجود، او ممكن انا اقول له الكيو نفسه نوت، شوف نوت ايكوال نو، يعني تم العثور عليه. روح ايش اعمل، سيف تشينج ورجع ترو. اوكي، قول له كنترول اكس تمام في الس ايش هيعمل، ريتير فولس تمام. هذه بسموها البرمجة الدفاعية، وعلى هيك سيتم تعديل جميع الميثود اللي بحثنا عليها بنفس الطريقة. هنا نفس الاشي، هنا برضو نفس الديليت، هقول له انا اف نفس الاسلوب، هقول له اف لكيو نوت ايكوال نو تمام. روح احذف ورجع بترو، كنترول اكس في الس، طبعا الس ارجع Return False تمام. بهذا الطريقة إن شاء الله تكون المعلومة وصلت. طبعا أنا حكمل باقي الميثود بعد ما أغلق الفيديو، حكمل باقي الميثود، بس أنت لازم تفهم إنه لازم يكون عندك برمجة دفاعية، لازم يكون عندك حس برمجي، لازم تتوقع الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المستخدم، أو ممكن عملية البحث ما تكونش تزبط مثلا على السيرفر او اشي. اتوقع كل اشي، انت كمبرمج محترف لازم تتوقع اي شيء لا يخطر على بالك، ماشي؟ يعني تكون انت حريص جدا على عدم حدوث اي خطأ. ماشي شباب، نستكمل في الدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.